موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. قال مفتي عام ليبيا الشيخ صادق بن عبد الرحمن الغرياني إن الهدنة طلبتها الأمم المتحدة وهي تدعم حفتر، ولم يطبق الشرط الشرعي في الهدنة في المطالبة بها من الطرفين وعدم مظاهرة الأعداء. فضيلته في برنامج الإسلام والحياة على التناصح ألقى باللوم على حكومة الوفاق في انسياقها وراء هذه الهدنة وإعلانها الموافقة عليها، وحث فضيلة المفتي المسؤولين في الدولة على أن يكونوا في مستوى المقاتلين على الأرض الذين كان لهم الدور الأساسي في صد العدوان. استهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ما صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية من تصريحات اعتبرتها تدخلا أخرق في شؤون ليبيا الداخلية، وشددت وزارة الخارجية على رفض أي تدخل في الشؤون الليبية الداخلية، مؤكدة أن السيادة الليبية خط أحمر لن تسمح الحكومة والشعب أن ينتهك من دول أجنبية. أوضحت الخارجية في بيانها الصادر اليوم أن الخارجية المصرية تعمدت خلط الأوراق حين تجاهلت الأجسام الشرعية المنبثقة عن اتفاق سخيرات الذي اعتمده مجلس الأمن واعترفت به المنظومة الدولية، بالإضافة إلى تناسيها ما يقوم به حفتر ومن يدعمه من دول إقليمية وأجنبية من عرقلة للاتفاق السياسي حسب وصف البيان. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن جرائم عمليات التدمير الممنهجة التي تنفذها ما أسمتها بإسرائيل ضد منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة القدس المحتلة خلال أيام عيد الأضحى تأتي بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية التي شرعنت هذه الجرائم. وأضاف المرصد أن هذه الانتهاكات تأتي وسط صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ من المجتمع الدولي. وبيّن الأورو متوسطي في تقرير رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس خلال شهر يوليو أن هذا الشهر شهد أكبر عمليات تدمير واسعة في يوم واحد منذ عام 1967، وصفا الجريمة بجريمة ترقى إلى جريمة تطهير عرقي. وطلب المرصد المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت أو بيانات التنديد الخجولة إلى مرحلة اتخاذ قرارات ومواقف توقف جرائم الاحتلال وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. أخيرا تم حجاج بيت الله الحرام مناسكهم وغادروا مشعر منى بعد رمي الجمرات آخر أيام التشريق. بعثة الحج الليبية على صفحتها الرسمية الأربعاء أوضحت أن الحجاج الليبيين تموا مناسكهم دون أي مشاكل تذكر، أشاروا إلى أن عددا من الحجاج الليبيين اشتكوا من الازدحام في المخيمات بمنى. ختام الموجز، إلى اللقاء.